ممكن ادخل؟ اتفضلي. صباح الخير استاذ. اهلين وداد، صباح النور. تريد نوقع البريد هلا؟ ليش لا، حطيه عندك على المكتب، بس افضل وقعه. خير وداد، في شيء؟ لا سلامتك استاذ، ما في شيء ابدا. مو صحيح ابدا، انت في بتمك حكي. خير، في شيء؟ احكي لي. صدقني ما في شيء استاذ. ولو يا بداد، يعني ما حلي اعرفك بعد هالمده اللي اشتغلت فيها عندي؟ احكي ولا يهمك، تفضلي تفضلي عادي. يعني ما بتزعل؟ لا ما بزعل، احكي. استاذ عرفان، هو مثل ما تفضلت، عندي شوية كلام وحابة اخذ من وقتك دقيقتين بس. تفضلي وداد ولا يهمك. استاذ انا لحد هلا صار لي سكرتيرة عندك سنة كاملة. فيا ترى بهالسنة صار شي مني تقصير او تقاعس بالشغل؟ لا لا ابدا، مين قال؟ بالعكس، انت خلال شغلك بمكتبي اثبتتي انك اهل للثقة، وانا ما عندي اي ملاحظة عليك او على شغلك على الاطلاق. طيب طالما هيك ليش عين سكرتيرة تانية؟ قصدك خلود؟ ايه خلود. ها ها، اسمعيني منيح يا وداد، انا حطيت معك خلود بالمكتب قصدا لحتى تساعدك وتحمل عنك كتف وتريحك من ضغط العمل، وهذا مو معناته ابدا اني ممكن استغني عن خدماتك، بالعكس انا بهالاجراء هاد حبيت ريحك ودللك كمان. بس عفوا استاذ عرفان، انا مرتاحه ومبسوطه بالشغل وما عم حس انه في ضغط عمل زايد، وبعمري ما اشتكيت. مو ضروري تشتكي يا وداد، انت اكابر وما بتحبي تنقي، على الرغم من انه في عندك مسؤوليات حساسه ومهام ثقيله. بعدين بحب الفت نظرك انه خلود رح تكون سكرتيره ثانيه، يعني سكند هاند، ورح تضلي انت الاصل، ورح تعدي ورا مكتبك معززه مكرمه، وكل الملفات المهمه والفايلات الاساسيه بايدك انت، لانه انا اعتمادي الاساسي عليك انت مو على غيرك. اما هديك فعمليا ما رح سلمها شيء، يعني مثلا بكره مثل ما بتعرفي عندي جوله ميدانيه على المحافظات، وما بخفيك انه هيك جوله كلها شقة وتعتير وغبره وقله واجب، ومشان هيك رح اخذ خلود معي، ما رح تعبك انت بهالمشوار، بقى خليها هي تروح معي وتنشوى بالشموس والحرائي، وانت ضلي هون حطي رجل على رجل، عدي ورا هالمكتب وكراعي شاي وقهوه وميلو طول النهار. ليش رح تخليكي تتشنططي؟ ما بيجوز والله حرام. اذا كان هيك شكرا كثير استاذ عرفان، انا هلا اطمن بالي، واسفه اذا كنت زعجتك واخذت من وقتك. لا لا ولا يهمك، ما في ازعاج ولا شيء، وبحب اقول لك مره ثانيه انه انت الاساس، انت الاصل. على كل حال ابعثي لي خلود لحتى افهم هالشيء بنفسي، وحتى تعرف موقعها الحقيقي هون وما تحاول تتمادى وتتنطوط. حاضر استاذ، امرك. بتريد شيء ثاني؟ لا سلامتك، ديري بالك على حالك. ها